محمد برضو ايه هي الاستعدادات اللي انتوا بتقوموا بيها فيما يخص الاتحاد لتوفير الزي المدرسي بسعر مناسب؟ لان احنا عندنا مشكلة في موضوع الزي المدرسي ده، مشاكل حقيقية كتير، اولها تضارب الاسعار بشكل كبير جدا. عندنا بعض المدارس بتجبر الحقيقة احيانا على ان يكون ليها منفذ معين او محل معين تتعامل معاه ولازم نشتري الزي منه. كل المشاكل في الاطار ده استعداداتكم ليها ايه وعملتوا ايه؟ بص يا فندم، احنا عايزين بس نفصل بين موضوعين بالنسبه للمدارس الخاصه او زي المدرسي الخاص بالمدارس الخاصه. ده لا يتعدى 5% من الحجم الطبيعي للزي المدرسي. فخليني لما نتكلم انا اهتم اكتر بالغالبيه العظمى، السواد الاعظم من الشعب اللي هو بيشكل تقريبا 17 مليون طالب موجودين ابتدائي اعدادي ثانوي في المدارس الحكوميه، وبعدين نبتدي نتطرق لزي الملابس الخاصه. انت تعلم حضرتك ان مفيش زي محدد للمدارس الحكوميه، بالعكس هو يعني شبه الموضوع مفتوح، لكن هو محدد بالنسبه للاولاد في البنطلون الكحلي او البنطلون الرمادي او البنطلون النبيتي مع قميص ابيض او قميص لبني او قميص اي لون اخر، وبالنسبه للبنات الدريل العادي ودريل المحجبات وتحتيهم قميص ابيض، والموضوع ما بيتعداش الاصناف المحدده دي باي شكل من الاشكال. الغالبيه العظمى من المنتجين بيشتغلوا في جزء معين من الموسم في الزي المدرسي، وبيطلعوا كل الخامات وكل المستويات وكل الاسعار، وبيبقى في يعني فرايتي او معروضات كتيرة جدا قدام المستهلك، يقدر هو بنفسه ينقي السعر اللي بيناسبه، الخامة اللي بتناسبه، الجودة اللي بتناسبه. فانا اعتقد احنا ما عندناش مشكلة في موضوع الزي المدرسي. اذا كان في شوية زيادة في الاسعار عن السنة اللي فاتت فدي ناتجة عن الظروف الاقتصادية اللي احنا بنعيشها، وزيادة الخامات يمكن، ارتفاع طبعا سعر الخامات، ارتفاع سعر النسيج، كل الخدمات اللي بتقدم في قطاع الملابس الجاهزة من 5 ل 15%. بعض المنتجات زادت 5%، بعض المنتجات زادت 15%، بعض المنتجات المنتجين بتوعها والتجار بتوعها قدروا يمتصوا هذه الزيادة في السعر، وبناء عليهم نزلوها بأسعار السنة اللي فاتت. فأنا بطالب المستهلك انزل ما تشتريش مباشرة من أول محل يقابلك، لا اتفرج في مكان واتنين وتلاتة، هتقدر تميز، هتعرف أني منتج جودته أعلى وأني منتج سعره أرخص، وبناء عليه شجع واشتري التاجر اللي بيقدم لك منتج محترم، منتج مواصفاته جيدة وفي نفس الوقت سعره منافس. واعتقد ان ده متوفر على كافة محافظات الجمهورية وموجود في كل الأسواق. طيب.